إذا ماكو حاجز بين الجندي وبين الآمر أنا أقول هذا الآمر ناجح. خلي الجندي يحترمك ويهابك، لا تخليه يخاف منك. بناء على هذه التوجيهات استمرينا في هذا العمل. يجب أن تكون هذه الأماكن أو هذه المطاعم وقاعات المنام والمرافق الصحية بمستوى يليق بهؤلاء المقاتلين الذين ضحوا بما يملكون للدفاع عن العراق. باب القائد مفتوح في أي وقت. توجيهات السيد رئيس أركان الجيش أصبحت واضحة لكل القادة والآمرين بضرورة الاهتمام بالمقاتلين، إجازاتهم، منامهم، مطاعمهم. اليوم إعلام وزارة الدفاع متواجد في مقر قيادة الفرقة المدرعة 9. قائد الفرقة يجري جولات ميدانية للمطاعم اللي هي بعدها قيد الإنشاء. تعالوا يانا خلينا نوثق هذه الزيارة ونطلع على التفاصيل. هذا أحد المطاعم اللي تحدثنا عنها واللي إنشأ حديثا من قبل كتيبة دبابات الأولى اللواء المدرع 34، والمطعم جهز بكافة التجهيزات الحديثة ومن التبريد والكراسي والميوزة، أيضا إلى الأماكن التي يتم الطبخ بها رممت بشكل جيد وتشمل السيراميك ومواد الإدامة للأواني. بتوجيه من السيد قائد الفرقة المدرعة 9 لإكمال مطاعم الوحدات كتيبة الدبابات الأولى وكتيبة الدبابات الثانية، بادرت الكتيبة ببناء المطعم، هذا المطعم اللي أمامكم هسه بناء جملون وإكمال تجهيزاته من كراسي، ميوزة، تغليف، تبريد، ممرات، أماكن غرف للطبخ وغرف تقطيع اللحم وغرف غسل الأواني. طبعاً المقاتلين يستاهلون أكثر من هذا، بس هاي حسب إمكانيات الوحدة ومجهوداتها يعني، وقدروا يكملون المطعم هذا. يعني انت سمعتوا يمكن كل المقاتلين اليوم سمعوا كلام السيد رئيس اركان الجيش، كل مناسبه بكل زياره يؤكد على مستلزمات نجاح الجندي والمقاتل، يعني المنام، المطاعم. احنا هسه شفنا مطاعمكم درجه اولى، يعني الحمد لله الاكل درجه اولى والمنام درجه اولى. هنا شلون وضعكم من تخلصون التدريب؟ التدريب وعربات درجه اولى والتدريب كله تمام، كهرباء مستمر 24 ساعه. أنا أريد أسألك اليوم شلون تقارن بينها وبين الموصل اللي كنتوا تنامون هناك بالتراب وبالخيم؟ كنا كله بالتراب وبالخيم وبالهاونات توقع علينا وقصف علينا. حسين سولف لنا شلون وضعكم اليوم هنا؟ الحمد لله والشكر، احنا يعني وضعنا جيد جدا والقاعات مرتبة، قاعة المنام، وجاهزين بالتدريب، مرتاحين هنا. الحمد لله، ملاحظات حتى نشكر الله صوتكم يوصل يعني بعد، ونشكر السيد القائد ونشكر آمر المدفعية وسيد الآمر المحترم آمر الكتيبة، يعني ما مقصرين أنا بأي أي شيء. عن المقاتلين أتحدث إنهم رجال أوفياء في المعارك أشداء، وفي التدريب كأنهم شعلة نار وضياء. أبطال الفرقة المدرعة 9، دمتم لهذا الوطن وصلاة. سلام ربيعي، إعلام وزارة الدفاع.